الرؤوس، آتوني بالرؤوس، آتوني بها. سدوا قنوات المياه المثقوبة برأس أول بدوي تصادفونه. الدوق دوغوفيغو منفذ مجزرة رهيبة في قبيلة العوفية، كان ذلك في 6 أبريل عام 1832. أما فيما يخص بقية الغنيمة، جثة دامية عن مجزرة رهيبة فقد عرضت في سوق باب عزون. كنا نرى برعب أساور نسوة ما زالت عالقة بمرافق مقطعة وأقراط ملتصقة ببقايا لحم البشر. قطعت رأس زعيم القبيلة الربيع بن غانم وابنه ليتم العبث بأجساد الشهداء. قمت بتجاربي على رأسي هذين العربيين برفقة المقتصد المساعد لمنطقة فالوا من أجل معرفة ما إذا كان الأمر مثل ما يدعيه البعض ويصمم على اعتقاده، إن كانت الرأس تحتفظ بشيء من الإحساس مباشرة بعد قطعها. قبيلة أخرى ما استكانت لبطش المستدمر الفرنسي الزعاطشة، كانت إحدى قلاع المقاومة، فقررت جيوش فرنسا بقيادة الجنرال إغبيون القضاء عليها عام 1849. يومها واحاتها كانت مليئة بآلاف أشجار النخيل، فأمر إغبيون بقطعها وحرقها. قصفت أسوار المدينة ودمرت المنازل، ورغم مساندة قبائل أخرى للشيخ بوزيان زعيم المقاومة إلا أنها لم تكن كافية لدحر قوات العدو. الشيخ بوزيان قطعت رأسه وكذلك ابنه ومساعده الشيخ موسى الدرقاوي وعلقت في إحدى بوابات بسكرا. هي إذن إحدى الحلقات من تاريخ فرنسا الاستدمارية في الجزائر.